متحملين بذلك وعطاء الصفاء ومشاقه، وهذا إذا ما على شيء فإنما يدل على أن قطعة السياق وقطع حي قدير ولكن حزما لن يموت. مجموعة من الأشغال لتقديم خدمات جليلة لإنهاء قطعة السياق على رأسي السي إبراهيم الناصري، السي محمد القاسمي، السي مصطفى حفيظ الدين، وباقي المتدخلين. كان مقررا باش أن يعني ان ينظم بجهه يعني بشتوكا اتباع، ولكن لظروف ما لا داعي للخوض في هذه المسائل ارتأينا ان ينظم بغرفه التجاره والصناعه والخدمات باكادير، يعني لقاء وطني حضره الهيئات الوطنية لقطاع تعليم السياقة، ويعني ورؤساء الجمعيات ومهنيين في جميع مناطق المغرب تقريبا. الحضور يعني اللقاء ناجح بامتياز، والدليل انه فات يعني اكثر من 250 يعني مهني قطاع تعليم السياقة. اللقاء يعني كان تخونه يعني هو اللقاء تأطيري بالدرجة الأولى، يعني تواصلي للمهنيين. كنتمنوا يعني لقاء أكادير يكون بداية لانطلاقة جديدة في قطاع تعليم السياقة. أنه ما نستغرب له وما الشيء الذي لما عجبنا شيء كمهنيين وكهيئة وطنية أننا قمنا بواحد الرسالة إلى السيد المدير مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية من أجل باش يرسلنا أحد الأطر التابعة للوزارة من أجل تحاور مع مهني قطاع تعليم السياقة ووضعهم في الصورة ديال الواقع ديال قطاع تعليم السياقة، إلا أنه تعذر بحكم أنه عنده عطلة. وهذا ما كاينش العطلة في الإدارة، كاين الاستمرارية ديال العمل، كاين الاستمرارية ديال الموظفين. ما جيتي شي نتايا راه كاينين آخرين، ولهذا فهذا الشيء ما كنحبذو شي، وما نبغيش الإدارة المغربية أنها تنهج هذه المناهج التي تسيء بسمعتها أولا، وكتخلي لنا واحد شي حاجة اللي كتضر بنا كممثلي قطاع وكمهني. احنا جينا اليوم لهذا اللقاء اللي درنا اليوم في اكادير اللي رحبت بينا الحمد لله، وداز اللقاء مثمر والامور غدا بخير، لان هذا اللقاء كان غير لقاء تواصلي وكنديروا به المستجدات اللي واقع الان في الساحه، وكندارسوا جميع المعطيات، وبغينا هذا اللقاء يكون تواصلي، يكون محك ديال المهنيين باش يتحدوا مع بعضياتهم وتكون واحد التواصل بيناتهم، باش يبقى واحد اللقاء مثمر وقديم، اللقاء تكرر في جميع المناطق وفي جميع الجهات، ونتمنى من الله يكون خير ان شاء الله، وشكرا.